حنا قلنا قصدنا واحد الالتفاته ليهم في هذا اليوم هذا. زعما ملي تتفكرونا مره بحال هكا بحال هاد الالتفاتات كيخليونا شي شويه ننساو مثلا واحد الضغط كيكون علينا. والحمد لله واخا هيداك حنايا فرحانين انا بعد هاد المهنه كنعملها لانني كنبغيها. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، ارتأت الجمعية هذه السنة يعني تعمل واحد المبادرة خاصة بالعاملات بقطاع الصحة، وهي يعني صممنا هذه اليومية اللي خاصة فيها واحد الصورة عاملة في قطاع الصحة منتصرة على الوباء، وهي يومية وكذلك عندنا كلمة شكر في الوقت اللي حنايا كاملين كنا في الديور ديالنا في الحجر الصحي، الا هما يعني فرقوا الابناء ديالهم كانوا كيمشيو يعني بالتمارة اللي كانت هنا كيمشيو للاوطيلات، يعني كان واحد الفرق بينهم وبين وليداتهم والاسر ديالهم، وبالتالي حنا قلنا خصنا واحد الالتفاته ليهم في هذا اليوم هذا خاص بهم. ولكن عندنا تحيه لكل مراه مغربيه في هذا اليوم هذا كنقدموها بهذه المناسبه. هذه مناسبه اليوم العالمي للمراه، خصني نقول لجميع النساء المغربيات زعما نساء العالم والنساء المغربيات على راسهن زعما تبارك الله عليهم وبرافو على كل ام ولا كل مراه كتهتم بالبيت ديالها ولا كتهتم بالوليدات ديالها ولا بالعمل ديالها، حيت انا كتجيني المراه هي واحد الكائن اللي مكافح، واحد الانسان اللي فيها الام كمثال الامهات ديالنا والناس اللي كيخدموا معانا، وهذا تبارك الله الامهات كتلقى عندهم واحد القوه وواحد الجلد في التعامل ديالهم مع الامور. كم زعما ملي تتفكرونا مره بحال هكا بحال هاد الالتفاتات كيخليونا شي شويه ننساو مثلا واحد الضغط كيكون علينا من ناحيه الناس من ناحيه الاجواء، راك عارفه ديال لوبيتال والعمل. التجربه ديال الكوفيد هي واحد التجربه صعيبه على الجميع على الناس كاملين. الحمد لله حنا غادي حاولنا نتعايشوا مع الامر، نتمنوا هذا الشيء سهل يعني في اقرب وقت. وهادشي اللي كاين بالنسبه لينا حنايا كاطباء مقيمين، كان التدخل ديالنا في لي غارد، كنا كنخدموا في لي غارد بزاف وكان اسيغيو لي غارد في لي سيرفيس ديال كوفيد. بمناسبه عيد المراه كنشكروا جميع الامهات جميع الاخوات جميع الاصدقاء الناس كاملين. الحقيقة العمل ديالنا شوية شاق والحمد لله ربي كيوفقنا وكيساعدنا والله يخلي الصحة للجميع، ورغم أننا دزنا بظروف خايبة مع كوفيد وحنا خدامين وبكل طموح وبكل حماس والحمد لله، والله يرفع علينا هذا الوباء والله يجعلنا كاملين فرحانين وبطولة العمر لجميع نساء العالم. الحمد لله زعما حنايا خدامين ما كاين حتى شي مشكل، لان كنباتوا فايقين ما كاينش الراحه مره، ما كاينش حتى كنجلسوا وقفوا، ما يمكنش حتى تجلس على الكرسي خصك تبات ليله كامله واقف الواحد. والحمد لله واخا هيداك حنايا فرحانين انا بعد هاد المهنه كنعملها لانني كنبغيها فهمتيني، الحمد لله وكنطلبوا الخير للنساء ديال العالم كامل ان شاء الله. بمناسبه 8 مارس عيد المراه، أتمنى لجميع النساء العالم السلم والسلام واحترام المرأة دائما، وحنا المهنة ديالنا تتخول لنا الصبر وخدمنا الحمد لله في كوفيد بطموح، ودائما احنا رهنا الإشارة ديال المرأة خارج الخدمة أو في الخدمة أو في كل شيء. إلى من أدوا نداء الواجب ولم يقصروا في أداء الأمانة وجسدوا بكفاحهم أسمى معاني التضحية، إلى من عاشوا الخوف على مرضاهم وسلامة أقربائهم وأحبائهم قبل أنفسهم، إلى أن وفوا بالعهد في صون الحياة حياة الإنسان في كل الظروف والأحوال، إلى من استحقوا شرف الوزرة البيضاء وشكلوا خط الدفاع الأول في سبيل الوطن، إلى من كانوا مصدر الإلهام والأمل ونقطة الضوء في ظلمة ذاك النفق، إلى من اعتصرت قلوبهم لفراق من كافحوا من أجلهم، لكل العاملات بقطاع الصحة وللعاملين أيضا بارك الله فيكم، كنتم خير قدوة. عيد سعيد وكل عام وأنتن بألف خير.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.